السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا رفع اليدين إلى السماء والدعاء في المنام. فمن شاهد أنه يرفع يديه إلى السماء بالدعاء فإنها دلالة على قرب استجابة الدعاء بما تدعو به الله في حياتك، يدل أيضا على بشرى بسماع ما يسرك بإذن الله، ودلالة على مكانة ورفعة بين الناس، كما يشير المنام كذلك إلى قدوم الفرج بإذن الله وقدوم اليسر بعد شدة الأيام التي حلت بالحالم. كذلك من دلالات المنام جبر الله لخاطر الحالم لا محالة ولو بعد حين، وكذلك يشير أيضا إلى زوال الهموم والتخلص من الاكتئاب، وإشارة إلى تغيرات في حياة الحالم إلى الأفضل. رؤية الحالم كأنه يقوم بالدعاء إلى ربه دلالة أيضا على صلاح أحوال الحالم الدينية، ويدل على توكل الحالم على ربه حق توكل، فهو يعلم بقدر ربه على إنجاز طلبه. وإذا قمت بالدعاء وأنت تبكي في المنام دلالة على عوض الله لك عن كل الأحزان والمتاعب التي حلت بك، وإشارة إلى تخلصك من كل ما يسوءك. أيضا من دلالات حلم رفع اليدين والدعاء إلى الله قضاء حاجات الحالم، ودلالة على تغيرات في حياته للأفضل، وإشارة إلى فرحة قريبة تحل عليه. فإن رأى الحالم كأنه يقوم بالدعاء لشخص ما فذلك مؤشر إلى حب الحالم لهذا الشخص، كذلك ومؤشر إلى سلامة الصدر عند الحالم من الكره والحقد، وإشارة إلى تمنيه الخير لهذا الشخص بشكل خاص وللناس بشكل عام. فإن رأى الحالم أنه يقوم بالدعاء على شخص ما في المنام فيشير إلى تعرض الحالم لظلم من أحدهما، وقد يشير أيضا إلى إصابته بالهم والضيق، هذا في حال كان الشخص الذي يدعو عليه مجهول الهوية. فإذا كان يدعو على شخص يعرفه مؤشر لتعرضه لظلم من قبل هذا الشخص، ورؤية أنك تدعو عليه سوف تنتصر عليه قريبا وتأخذ حقك منه بإذن الله. رؤيا العزباء كأنها تقوم بالدعاء إلى ربها وهي ترفع يديها وباكية دلالة على بشرى لها بسماع الأخبار السارة، كذلك بشرى لها بزوال الهموم والتخلص من الأحزان وبداية حياة جديدة تشكر الله عليها، وكذلك دلالة على اقتراب ارتباطها بإذن الله. رؤية المتزوجة كأنها تقوم بالدعاء إلى ربها دلالة على رزق تحظى به، وقد يكون هذا الرزق من نصيب زوجها، وكما يشير المنام إلى الحياة الزوجية المستقرة التي ستنعم بها، ودلالة على صلاح أمور بيتها بشكل عام. رؤية الحامل أنها ترفع يديها وتقوم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى دلالة على سلامتها وسلامة جنينها من كل سوء، كما يشير أيضا إلى بركة مولودها، فلعل له مستقبل مشرقا. رؤية المطلقة كأنها تقوم بالدعاء إلى ربها وهي باكية وترفع يديها مؤشر إلى عوض الله لها عن الآلام والأوجاع التي حلت بقلبها، كذلك ودلالة على بداية حياة جديدة لها تشكر الله عليها، وكما يشير إلى رزقا تحظى به ومنفعة تنتفع بها، وإشارة إلى حياة مستقرة تنعم بها في قادم الأيام. رؤيا الأعزب كأنه يقوم بدعاء ربه دلالة على خير سوف يناله بإذن الله، وكما يدل على تحقيق ما يتمناه، وإشارة إلى رزقا يحظى به ودلالة على تفوق وتميز في حياته. هذا والله أعلى وأعلم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.